علي معلول ماضي على بياض للنادي الاهلي. على بياض. يعني العقد اللي هو ماضي اللي هو اللي غير موثق، علي معلول ماضي على بياض للنادي الاهلي، بص، اللي هو بعد ما عشق العقد علي الاصابه معلول للاهلي وحبه للاهلي وجماهير النادي الاهلي مفيش جبار عليهم. طبعا. وهو كان الراجل يطالب ان يعني بصراحه كان يتمنى ان ينهي مسيرته في طبعا النادي طبعا الاهلي. طبعا، طبعا. ولحد دلوقتي بنتمنى كده في الحقيقه كلنا لعيب كمتابعين كبير يعني طبعا. للكره المصريه. ازمه ثلاثي عشان كده بقى قلت لك بقى رؤيه لعيبه الاهلي الكبار والفيجن بتاعهم اللي هم شايفين الدنيا فيها ايه، صح. هم اللي وقفوا قصه كهربا، صح، لان العقوبه كانت متسرعه متسرعة. طبعا، كانت متسرعه، بتغرم 1 مليون جنيه وترحلوا. وبترحله، قالوا له طب نستنى، طب نخلي الغرامه ويستنى. صحيح. فكابتن رمضان قال لهم لما لقى يعني اربعه خمسه منهم مين بقى، الشناوي والسوليه وكبار صح الفرقه صح ورامي صح ربيعه، فالراجل قال لهم طب تكسبوا وانخفض العقوبه للنص، واتخفضت للنص، ولما رجع كهرباء اول واحد، كهرباء ملتزم، كهرباء موجود، والصور نزلت والدنيا زي الفل، ولا كان في حاجه. ده فيجن لعيبه، عشان ما يتقالش الجمله الصعبه اللي بعض الناس ممكن تاخدها، الاهلي ما بياكلش ولاده، الاهلي ما بياكلش ولاده، دي مهمه جدا. عشان كده الراجل موجود في القايمه، عشان كده هي اعتماد الاهلي على كهرباء في الماتش ده هيكون موجود واستراتيجي، موجود في القايمه مع اسامه ابو علي. الاهلي ما عندوش فرويد، فلما النهارده بتعاقد نفسك والموضوع ما يوصلش لهذه المرحله، طيب، فكان من الصعب جدا ان انت عشان تاخد الغرامه وتمشيه. الثلاثي المحتجز عشان لازم اكتب لازم اقول سريعا بقى. تعظيم سلام لحازم فتوح، لازم اقول اوكي، الراجل ده عمل شغل انت محترم متاكد على كلامنا امبارح؟ طبعا، لان هو انا بقول لك في اسماء كبيره جدا وعلى اعلى مستوى حاولت انها تنهي الامر وراقب الصدع ما عرفتش، لدرجه ان شيكابالا نفسه دخل للراجل المحترم مدير امن الاستاد وقال له حقك على راسي وباص دماغه، قال له خويا انا تحت امرك لكن القانون لازم ياخد مجراه. تمام. فشيكابالا اضطر ان هو يعني يرقى. يبعد عن الموقف، لان خلاص الراجل له وجهه نظره لازم يحترمها. تمام. لكن حازم فتوح راح له الساعه 2 بالليل، الراجل استجاب له، ولغايه دلوقتي في 2 الحمد لله تنازلوا، طبعا ناقص في حق واحد. عام ناقص واحد، اتمنى ان الموضوع يخلص بكره على خير ونتعلم كلنا، مش بس الثلاثه، مش بس مجلس اداره نادي الزمالك، نتعلم جميعا ان احترام القانون هو الاساس، أكيد. بعيدا بقى عن الهيصه اللي بعض الناس عاملينها وعاملين هيصه على السوشيال ميديا، اللي هم طبعا. فاهمين ولا هم عارفين أوكي. وبيدخلوا في مشاكل يعني احنا اكبر من ان نخشها طبعا مع اي دوله طبعا. عربيه او اي حد طيب، بشكل عام. اخيرا اخد توقعاتكم للمباراه. انت قلت توقعك 2-0 2-0 للاهلي، ها استاذ جلال؟ 2-2 ان شاء الله. طب ما في ضربات جزاء. نلعب بقى رجلات. ماشي استاذ احمد. طبعا قابل الاحترام طبعا النجوم العين الاماراتي كلهم نجوم كبار، بس انا عجبني قوي نمره 7 اسمه سافيا. سافيا ده لعيب جامد جدا والله العظيم، لعيب جامد جدا لاشول ده، لكن يعني في مناطق ضعف كتيره جدا في الدفاع وحراسه المرمى، مع كامل احترامي وتقديري الاهلي ربما يكون في بعض النقائص، لكن كفريق عام يقدر. الاهلي طبعا افضل، وكجمهور زي ما انت قلت الاهلي، وكروح في الحمراء تفرق كتيره جدا، وزي ما قال الاستاذ محمد مراد